بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان علينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وعلى سائر المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، لدينا قراءة باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فرغنا من أبواب الصلاة، من هنا باب الصوم، بعد هذا الباب باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في نسختي باب ما جاء في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا نسختان هنا. نعم، صوم صيام، وكل منهما مصدر لصام، صام يصوم صوما صياما، كلاهما مصدر وهما بمعنى واحد، وهو لغة الإمساك، لغة الإمساك عن أي شيء كان، عن الكلام أيضا، ولو عن الكلام. ومنه إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، هذا أيضا صوم لكن لغوي. ما هو الصوم شرعا؟ الإمساك عن المفطرات جميع النهار بنية، هذا إمساك عن المفطرات. متى يمسك؟ جميع النهار، النهار في أيام الصيام يعتبر من طلوع الفجر، ليس من طلوع الشمس، هذا نهار آخر. نعم، ثم بنية، والمراد به هنا ما يشمل الفرض والنفل. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوم يشمل النفلة، الفرض والنفلة جميعا. نعم، ذكر ابن حجر رحمه الله والقصد به إمساك النفس عن شهواتها، شرعا الصوم إمساك عن المفطرات جميع النهار بنية أو بشروطها، هكذا. إذن ما هو القصد؟ القصد والغاية إمساك النفس عن شهواتها. ثم وكفى بشرفه إضافته تعالى له بخبر مسلم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا أضاف الله سبحانه وتعالى الصوم إليه، كفى له شرفا. إذن أنا أجزي به، هكذا كل عبادة يجزيه الله سبحانه وتعالى. وإذن ما المراد بهذا؟ هذا
كناية عن تعليم الثواب وتكثيره. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن زيد رضي الله عنه عن أيوب رضي الله عنه عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. إذن هو يستمر على الصيام مرة حينا. إذن نقول صام يعني لا يفطر بل يستمر في صومه، ثم بعد حين مدة يفطر لا يصوم أياما حينا فنقول قد أفطر يعني لا يصوم بعده. ثم هذا يعني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل هكذا يعني عادة، ثم عادات بصيامه صلى الله عليه وسلم. سيأتي أنه لا يترك صوم ليلة الجمعة، كذلك لا يترك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا يأتي عادات، وهذا كانت عادة. في بعض الأحيان يصوم دائما سردا ثم يفطر أيام لا يصوم هكذا. ثم قالت يعني عائشة رضي الله عنها قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم يعني منذ قدم المدينة إلا رمضان. إذن في رمضان يصوم كاملا. لماذا؟ هذا صوم يعني فرض، لذلك لا يترك منذ قدم يعني بالمدينة، منذ قدم المدينة في نسختي ليس كلمة المدينة، لكن في نسخة ابن حجر وفي نسخة الباجوري يوجد منذ قدم المدينة، منذ قدم المدينة إلا رمضان. فإذا لماذا قال منذ قدم المدينة؟ هل هذا للاحتراز؟ هل يفيد أنه كان يصوم شهرا كاملا قبل قدومه المدينة وقبل هجرته؟ هكذا يفهم هذا القول، قد يفهم منه أنه كان يصوم شهرا كاملا قبل قدومه المدينة، ويمكن أنها قيدته بذلك لأن الأحكام إنما تتابعت وكثرت حينئذ، مع أن رمضان لم يفرض إلا بالمدينة بسنة ثانية من الهجرة. إذن لذلك قيد، يعني ليس لإفادة أنه صلى الله عليه وسلم يصوم قبل الهجرة شهرا كاملا غير رمضان، ليس لإفادته، بل في هذه الأيام يعني بعد أن قدم المدينة تتابعت الأحكام، ومع ذلك لم يصوم شهرا تاما إلا رمضان. نعم. ثم وهذا يفيد أنه لم يصوم شعبان كله إلا، لكن سيأتي برواية، لكن برواية التي يأتي أنه صامه كله، صام شعبان كله. كيف يجمع بينهما؟ ويجمع بينهما بحمل الكل على المعظم. إذن في الرواية التي يأتي يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله، إذن هذا الكل يعني يحمل على المعظم. فإذن في شعبان صام معظمه إلا جزءا نادرا، يوما أو يومين كان يترك هكذا. ثم هناك وجه حمل آخر أنه صامه كله في سنة، يعني صام شعبان كله في سنة صوم نفل، وصام بعده في سنة أخرى. فإذن هذا الحديث إخبار عن سنة
لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شعبان كله بل بعده فقط. نعم. الحديث التي إخبار عن سنة صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شعبان كله. نعم. ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. نعم. يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، هذا موافق لمعنى الحديث الماضي، كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، كذلك حتى نرى أن لا يريد أن يفطر من هذا الشهر بل يتم، هكذا نرى، لكن قبل إتمام الشهر هو بدأ يفطر ثم يفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا ثم بعد ذلك إلى يصوم. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. ما معناه؟ يعني ذكر ابن حجر رحمه الله شرحا لهذا الحديث، والحاصل أن أمره صلى الله عليه وسلم في صلاته وصومه كان على غاية من الاعتدال ومجانبة الإسراف والتقصير، كان على غاية من الاعتدال على التوسط بعيد من جانبي التقصير والتفريط والإفراط أو الإسراف والتقصير، ما ينام أو ينبغي أن ينام فيه كأول الليل ويصلي أو أن يصلي فيه كأواخره أو كذا بالصوم. ومن ثم لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه حلف ليصلين الليل أبدا وبعضهم حلف ليصومن الدهر، قال أما أنا فأصلي وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ينام يصلي، كذلك يصلي ينام، ثم كيف يتحقق هذا؟ لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. فإذا كان يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يكون بعد العشاء مباشرة أو يعني ينام بعد العشاء ثم تكون صلاته وسط الليل ينام في آخر الليل، أو يستيقظ في منتصف الليل ثم يحيي الليل تماما بقية الليل تماما يصلي تماما. فإذا لو أردت أن تراه في أول الليل مصليا تراه مصليا في بعض الأيام، لو أردت أن تراه يصلي في وسط الليل تراه مصليا في وسط الليل في بعض الأيام، كذلك لو أردت أن تراه يصلي في آخر الليل تراه يصلي في آخر الليل. نعم، هذا باختلاف يعني على هذا. فإذا لو كان يشعر والتعب في أول الليل يستريح، لو كان نشيطا يصلي ثم بعد ذلك يستيقظ بعد قليل ثم يصلي، لو لم يطق أن يتم فإذا يحتاج إلى استراحة يستريح ثم بعد ذلك يستيقظ ويصلي الفجر، هكذا. نعم، هذا هو معنى الحديث. نعم. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي بشير رضي الله عنه
رضي الله عنه قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. هذا حديث ابن عباس موافق في المعنى لحديث عائشة رضي الله عنها الحديث الأول في الباب. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه سفيان رضي الله عنه منصور رضي الله عنه سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى رحمه الله هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد أن النبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عن عائشة أو أم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا نقد الإمام الترمذي رحمه الله لسند هذا الحديث. يعني هكذا في الظاهر يوجد تعارض فإذا جمع بحمل الحديثين على أن أبا سلمة رضي الله عنه سمع هذا الحديث روى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها فإذا انتبى التعارض. نعم ثم ما معنى الحديث ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يحمل يعني هذا الإمام الطيبي رحمه الله قال نقله ابن حجر رحمه الله يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ومعظمه أخرى ولا يصح الجمع بأنه كان قبل قدومه المدينة قد يستكمل صوم شعبان أخذا من قول عائشة رضي الله عنها فيما مر منه منذ قدم المدينة لأن صوم رمضان إنما فرض في المدينة في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وفي مكة لم يحفظ منه صلى الله عليه وسلم سرد صوم لا في شعبان ولا في غيره في التقييد بالمدينة في كلام عائشة لا يستثنى رمضان لا لإفادة أنه بمكة كان يستكمل شهرا أو شهورا بالصوم. فإذا يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة لو صام كله تارة ثم يصوم رمضان تارة تاما كله فإذا يكون هناك تتابع. ثم الذي سبق من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان هذا يفيد أن شعبان لم يصمه كله هذا في بعض السنوات يعني في بعض السنوات كان يصوم الشعبان كله في بعض السنوات لا يصوم الشعبان كله هذا الحمل الماضي. فإذا ما هذا الجواب يعني كان يصوم كله في بعض السنوات كان لا يصوم كله بعد سنوات أو معنى الكل المعظم فإذا هذا المعظم أضيف إلى كل رمضان لأن الكل بالنسبة إلى رمضان حقيقة بالنسبة إلى شعبان ليس بحقيقة بل على طريق المجاز بحمل الكل أنا التعبير بالكل عن المعظم. ثم هكذا يعني جوابان لاندفاع دفع هذا التعارض. ثم وبه قال حدثنا حناد رضي الله عنه قال حدثنا عبدة رضي الله عنه محمد بن عبد رضي الله عنه قال حدثنا أبو سلمة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. ولن قال إن كان يصوم شعبان إلا قليلا
ثم قال بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، يصومه كله. فإذا هذا الذي تعارض مع الحديث الماضي. إذا الجواب بحمل الكل على المعظم، فإذا يكون هذا قولها بل كان يصومه كله تأكيدا لما سبق، يعني كان يصوم شعبان إلا قليلا، فإذا تأكيدا لهذه القلة قالت كان يصومه كله. إذن يكون وقت الإفطار من شعبان قليل جدا، يوم أو يومين، نعم هكذا يجمع. ثم هذا أكثر صيامه في شعبان، أكثر صيامه في شعبان. ثم وآثره صلى الله عليه وسلم على المحرم مع أن صومه أفضل بعد رمضان. ما هو الأفضل بعد رمضان للصوم؟ الشهر محرم. ومع ذلك آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان للصوم كله ومعظمه كما في مسلم. هذا أفضل بعد رمضان محرم كما في مسلم. أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، لأنه كان يعرض له عذر يمنعه من إكثار الصوم فيه، يعني كان له عذر، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذر يمنعه من إكثار الصوم في المحرم، لذلك اختار شعبان، يعني في شعبان ما عرضه عذر مثلا كمرض أو سفر، أو لأن لشعبان خصوصية لم توجد في المحرم، إما لذاك سبب أو هذا سبب آخر، لشعبان خصوصية لم توجد في المحرم، وهي رفع أعمال السنة في ليلة نصفه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى بالعبادة أوقات رفع الأعمال، مثلا هذا كان يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات كما سبق، وكذلك سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى بالصوم يوم الاثنين والخميس، لأن العرض الأسبوعية يقع في هذين اليومين، كذلك هناك رفع العمل في شعبان لذلك. نعم، أو لأنه لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه. لا، هذا الجواب الثاني هو يعني جيد. واختار صومه على شهر الحرم حتى على المحرم، مع قوله إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. ذكر ابن حجر رحمه الله إما لاحتمال أنه لم يعلم أفضل الصوم المحرم إلا في آخر حياته، وإن كان يعرض له فيه وفي بيته المحرم عذر يشق معه الصوم كسفر أو مرض، وإما أنه كان يشتغل عن صوم 3 أيام من كل شهر لسفر أو لغيره. نعم، هكذا ذكروا يعني أسباب. ثم وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي رضي الله عنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى رضي الله عنه وطلق بن غنام رضي الله عنه عن شيبان رضي الله عنه عن عاصم رضي الله عنه عن زيد بن حبيش رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هذا عادة يعني صوم 3 أيام من كل شهر يتحرى بها يحافظ عليها، كذلك كان يحافظ على صوم يوم الجمعة، لكن يصوم يوم الخميس معه أو يوم السبت معه كما علم من سائر الأحاديث. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه قال أخبرنا شعبة رضي الله عنه أن يزيد
الرشكي رضي الله عنه قال سمعت معاذة رضي الله عنه قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى رحمه الله يزيد الرشك ويزيد اللبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة هو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام مما يقال يزيد الرشك أو يزيد القسام الرشك القسام بمعنى واحد يعني يقال هذا بمعنى كثير اللحية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وفي مثل هذه الأحاديث إشارة إلى ما إلى أنه ينبغي ألا يخلو شهر من صوم نعم ينبغي ألا يخلو شهر يستحب ألا يخلو شهر من صوم نفل وألا يكسر منه حتى لا يمل بل على وجه التوسط والاقتصاد هكذا إذن ثلاثة أيام يعني ثواب ثلاثة أيام ثواب صوم الشهر كله لماذا؟ الحسنة بعشرة أمثالها الحسنة بعشرة أمثالها هذا معلوم فإذن صوم ثلاثة أيام بمنزلة صوم ثلاثين يوما ثم معادة من أيه كان يصوم يعني من أي يوم من الشهر لا يبالي أي يوم أي يوم كان ثلاثة ما يكون في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر هكذا في الحديث الماضي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام غرة يعني أوائل أول كل شهر لو لم يستطيع بل منعه مانع من عذر سفر أو مرض هكذا فإذا يصوم يعني في وقت آخر ثلاثة أيام لازم هكذا وبه قال حدثنا أبو حفص رضي الله عنه أبو حفص عمرو بن علي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن داود رضي الله عنه زهر بن يزيد رضي الله عنه خالد بن معدان رضي الله عنه ربيعة الجرشي رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس نعم وبه قال حدثنا أبو مصعب المديني رضي الله عنه مالك بن أنس رضي الله عنه أبي النضر رضي الله عنه أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان فهذا أيضا فضل صوم الشهر شعبان سبق أن ذكرنا أن في شعبان خصوصية لم توجد في محرم أو في رجب هكذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم لعل هذا هو الحكمة في وجه اختصاص شعبان به عليه السلام حيث قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي على ما رواه الديلمي وغيره عن أنس رضي الله عنه هذا الشهر هذا عائشة رضي الله عنها سألت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أكثر صيامك في شعبان
قال إن هذا الشهر يكتب فيه يكتب فيه الملك الموت من يقبض فأحب ألا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم. نعم هذا شهر رفع العمل عرض العمل، مع ذلك يعني سبب آخر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ هذا الشهر يكتب فيه الملك الموت من يقبل، يعني في هذه السنة كلها من يقبل من يقبل، هذا في ليلة البراءة، هذا ليلة الحساب، الله سبحانه وتعالى يؤتي حساب سنة مقبلة للملائكة الموكلين به. فإذا هو يحب أن لا ينسخ اسمه إلا وهو صائم، هذا سبب آخر، لذلك يكسر الصوم. قاله علي القاري رحمه الله، لذلك قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. نعم رجب شهر الله معناه هذا شهر حرمه الله تعالى، هذا من الأشهر الحرم. ثم شعبان شهري يعني أنا عدتني بصيامه كثيرا، أتحرى بصومه كثيرا. أما رمضان شهر أمتي هم يعني يجب عليهم شهر صوم شهر رمضان يجب على الأمة، كذلك هم يعتنون أكثر اعتنائهم بالنسبة إلى سائر الشهور. ثم وبه قال حدثنا محمد بن يحيى رضي الله عنه قال حدثنا أبو عاصم رضي الله عنه محمد بن رفاعة رضي الله عنه عن سهيل بن أبي صالح رضي الله عنه نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لذلك كان يصوم الاثنين والخميس. نعم والجمعة أيضا كما سبق، ثم سيأتي يعني بعض الأيام أخرى أيضا. ورد يعني في حديث مسلم في صحيح كما أذكر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سري وحكمة صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. فإذا لصوم الاثنين هكذا سببان، كما ذكرنا حكمتان لصوم شهر شعبان، هنا أيضا حكمتان ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا شكرا لهذه النعمة يصوم، كذلك يعرض العمل، فإذا كان يتحرى بالصوم في ذلك الأيام في تلك الأيام. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو أحمد رضي الله عنه ومعاوية بن هشام رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه منصور رضي الله عنه خيثمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. نعم إذن هذا اثنين ثم خميس، وكذلك فإذا هذا الحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يفطر في الاثنين أحيانا، يفطر في الخميس أحيانا، كذلك يعني سبق حديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة أحيانا كذلك، ثم يوم السبت يوم الأحد. فإذا يعني تم جميع الأيام، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة، هذا معنى قول يعني الحديث الأول، لا الحديث الأول، لا الحديث الثاني، الحديث الثاني نعم. كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما، بمعناه هذا الحديث الصومي يعني لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته صائما، وكذلك ما لا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا. نعم
هذا الذي قال ابن حجر رحمه الله أن يعني صوم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر العبادات كانت في غاية من الاعتدال. نعم. فإذا هكذا كان يعني سنة صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في هذه الأزمان كأنهم تركوا هذه السنة، لا يصومون، لا يصومون يعني هذه الصيام المسنونة، بل الأمة تركوا إلا يعني شرذمة قليلة فقط. ثم وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني همداني رضي الله قال حدثنا عبدة بن سليمان رضي الله عنه هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش بالجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ظاهر هذا الحديث يعني أن صوم عاشوراء كان واجبا فرضا قبل افتراض رمضان. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء في الجاهلية، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. نعم. ثم هؤلاء لماذا صاموا؟ من أين يعني أخذوا هذه العادة؟ وهؤلاء قريش في الجاهلية ممكن أخذوا هذه العادة من اليهود، أخذوا هذه العادة من اليهود. من الجاهلية؟ من المراد به؟ أي من قبل بعثته. نعم، الجاهلية يعني من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم المشرفة بنعت الإسلامية، ولعلهم كانوا تلقوه من أهل الكتاب، ولذا كانوا يعلمونه أيضا بكسوة الكعبة، يعلمون يعني يعلمون العاشوراء بكسوة الكعبة. وعن كريم رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعلم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك. نعم، وإذا تكفيرا للذنب صاموا. ممكن القائلون اليهود. نعم. وقال القرطبي رضي الله عنه لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم، إما تلقى احتمال الماضي ماذا؟ إما تلقوه من اليهود من أهل الكتاب، أو يعني يستندون إلى شرع من مضى كإبراهيم ونوح، فقد ورد في الأخبار أنه اليوم الذي استقرت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح عليه السلام شكرا. فإذا نوح عليه السلام صام شكرا، قريش كانوا يصومون، أهل الكتاب أيضا يصومون، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. يحتمل أن يكون موافقة لهم كما في الحج أو مصادفة لهم بإلهام الله تعالى بأن هذا فعل خير، أو مطابقة لأهل الكتاب ندبا أو فرضا. نعم، هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حينما هاجر إلى المدينة، قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. كيف هذا كان؟ يعني سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد أهل الكتاب يصومون فسألهم كما سيأتي في حديث. لما قدم هذا أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، يعني عن سبب صومهم، فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكرا فنحن نصومه. من صام؟ يعني موسى عليه السلام صام شكرا،
ذكرنا يعني نوح عليه السلام أيضا صام شكرا، هذا موسى عليه السلام صام شكرا، فقومه يعني بنو إسرائيل أهل الكتاب أيضا يصومون شكرا اتباعا لموسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. كيف يكون أحق؟ لأن هؤلاء يعني حرفوا دينه ونحن على دينه وسنته. نعم. فإذا نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه هكذا. نعم. فإذا هذا ليس اتباعا لقول اليهود، هذا يعني واقعية حادثة، ومع ذلك أولهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى أن يصوم. نعم، هذا مصادفة. نعم. أو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بس على قول أنه يجوز له الاجتهاد، والاجتهاد أيضا وحي باطل، وحي وحيان، وحي ظاهر وباطل. نعم. ما أدى إليه اجتهاده صلى الله عليه وسلم يقول عنه الأصوليون واجتهاد باطل. نعم. فإذا هنا صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب، هكذا قال بعض المحققون، بعض المحققين كما قال يعني علي القاري، عدناها أن يصام وحده، عدنا هذه المراتب أن يصام عاشوراء وحده لا قبله ولا بعده، وفوقه يعني المتوسط أن يصام التاسع معه، يصام مع التاسع، وفوقه يعني على المراتب أن يصام التاسع والحادي عشر معه، هكذا ثلاث مراتب. إذن مجموع الأحاديث الواردة في حديث في صوم عاشوراء يفيد أن الأنبياء قبلنا، أنبياء قبلنا يصومون وقومهم أيضا يصومون، كذلك يعني القريش صاموا، ثم بعد ذلك صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هجرته كان يصوم وأمر بصيامه على وجه الفرض كما قال بعض العلماء، ثم حينما فرض رمضان ترك هذا، ثم في آخر أيامه يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع معه، هذا أفاده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت القادمة لأصومن التاسعة، هكذا قال. فإذا أمر أن يضم التاسعة مع العشر لمخالفة اليهود، هذا في آخر يوم، يعني ما بدأ الصوم صوم عاشوراء في ذلك الوقت، بل هذا كان قديما. كذلك قبل قدومه إلى المدينة كان يصوم وأمر بصيامه، ثم بعد ذلك عندما افترض رمضان ترك، ثم في آخر عمره صام مرة أخرى وأمر بصيامه، وأمر بإضافة التاسع بصوم التاسع من شهر محرم مع العاشر والحادي عشر. نعم. وقال صاحب السير فرض على هذه الأمة أولا صوم عاشوراء، ثم نسخ فريضته بالصيام أيام البيض من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصوم رمضان على اختيار الإفطار بالأعذار، ثم يحتم عليهم صوم رمضان وأحل الإفطار إلى العشاء، ثم حل إلى الصبح. هناك يعني اختلاف في هذه المسألة، ظاهر هذا الحديث هكذا. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه قال حدثنا سفيان رضي الله عنه منصور رضي الله عنه إبراهيم رضي الله عنه ألقمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه؟ نعم، كان عمله ديمة يعني دائما، أحب الأعمال إلى الله أدومه، فإذا كان يدوم على العمل. ثم أيكم يطيق؟ هذا الدوام يعني لو لم يكن عذر
وهكذا الدواء. ثم أيكم يطيق مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق يعني عائشة رضي الله عنها فهمت من سؤال علقمة أن علقمة يريد أن يخص من الأيام شيئا كما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيام شيئا. فإذا هي سألت من يطيق هذا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، لا يطيق أحد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه صرح به. لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق كثيرا. هذا يعني هذه الفائدة ذكرت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما قرأنا سابقا. فإذا لا يطيق أحد من الأمة مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل سائر أعماله صلى الله عليه وسلم، لا يطيق أحد. شتان بين عمل الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بون بعيد جدا. هذا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال من قال من المحققين أن حقيقة التصديق يزيد وينقص، استدل بالتفاوت بين إيمان وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق أحد الأمة. بون بعيد. ثم وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق رضي الله عنه قال أخبرنا عبدة رضي الله عنه هشام بن عروة رضي الله عنه النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. لا يمل الله حتى تملوا. هذا الملل يعني بالنسبة إلى الله تعالى ليس المراد ظاهره وحقيقته. لماذا؟ الملل يعني صفة قلبية يعرض للإنسان. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. نعم. والاستحالة هذا في حقه تعالى. يعني الملل، ما هو الملل؟ الملل فطور يعرض للنفوس كثرة مداومة شيء، بسبب كثرة مداومة شيء يعرض للنفس فطور، يعني عجز، وهذا هو الملل. هذا محال في حقه تعالى. لماذا؟ لتنزهه عن سائر سمات المحدثات، عن جميع سمات المحدثات. الله تعالى منزه. فإذن لاستحالة ذلك ذكر به للمشاكلة فقط. يعني في جنبه قال الملل بالمعنى الحقيقي بالنسبة إلى الناس، فإذا يعني هذا ذكر لأجل المشاكلة. نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، جزاء سيئة سيئة بمثلها، هكذا. وجب أن يراد به في حقه تعالى غايته وهي ألا يعامل عبيده معاملة المال فيقطع عنهم ثوابه وبسط جزائه وإنعامه حتى يقطعوا عملهم ثم يقطع عنهم ذلك. وعلم أن المراد أمرهم بالاقتصاد بالعمل دون زيادة به لئلا يسأموا منه فيعرض الله عنهم. الله تعالى لا يمل في الإثابة، بل يستمر. لكن أنتم لو دمتم على عمل هكذا يعني بمشقة كثيرة ممكن يصيبكم الملل، فأنتم يعني تعرضون عن هذا العمل هكذا.
كان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وبه قال حدثنا أبو هشام رضي الله عنه، أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي رضي الله عنه قال حدثنا أبو فضيل رضي الله عنه عن الأعمش رضي الله عنه النبي صالح رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قلا. ثم وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن صالح رضي الله عنه قال حدثني معاوية بن صالح رضي الله عنه أن عمرو بن قيس رضي الله عنه أنه سمع عاصم بن حميد رضي الله عنه قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستكى ثم تولى ثم قام يصلي فقمت معه فبدا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقفا فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقفا فتعوذ ثم ركع ومكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. نعم، هذا الذي سألت عائشة رضي الله عنها أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ويقرأ سورة البقرة ثم بعد ذلك يقف عند كل آية فيه ذكر الرحمة يسأل الرحمة يقف عند كل آية فيه ذكر العذاب فيتعوذ منه، هكذا يعني القراءة. ثم بعد البقرة آل عمران، بعد آل عمران سورة سورة هكذا. نعم، فإذا لا يطيق، فالأفضل يعني ما ديم عليه صاحبه. فإذا ما هي حكمة أحبية ما ديم عليه صاحبه؟ فهذا الرجل كأنه يخدم لمولاه كل يوم بدون تفريط. مثلا هذا رجل أو عبد يخدم مولاه يعني ربع ساعة كل يوم صباح بدون تفريط تفريط تفريط، هذا يفرحه كثير. بمنزلة ذلك عبد رجل آخر، عبد آخر يخدم مولاه، خدم مولاه مثلا أسبوع بدون تفيت لحظة ليل نهار خدمه ثم تركه وذهب، ثم تركه وذهب. هذا المخدوم من يحبه أكثر؟ هذا الذي يديم على يديم يداوم على الخدمة يحافظ على الخدمة دائما. نعم، هذا الذي يفرح، هذا القلة لا يظهر إليه لو كان الدوام. ثم ما هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه صلاة التراويح، هذه الصلاة ليلة، ما هذه الليلة؟ ليلة القدر. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستكى، هذه الليلة كانت ليلة القدر. يصلي يعني يريد الصلاة. ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح. إذن قام يصلي معناه قام يريد الصلاة، فقمت معه فبدأ الصلاة فاستفتح البقرة، هكذا. إذن ما هذه الصلاة؟ هذه الصلاة هي التراويح، وهذا يعين أنه صلى الأربع ركعات بسلامين، فإن كان ظاهر السياق أنه صلاها بسلام واحد، ليس كذلك؟ نعم. ثم وهذا الحديث كيف يناسب؟ هذا يعني حديث الصلاة الباب، باب الصيام، ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الباجوري رحمه الله في حاشيته ولا يخفى عدم مناسبة هذا الحديث للباب، حتى قال القسطلاني رحمه الله أن ذكر هذا الحديث هنا وقع سهوا من النساخ، ومحل إيراده باب العبادة. ووجه بعضهم صنيع المصنف بأنه لما ذكر أن أفضل الأعمال ما ديم عليه بيّن أن ارتكاب العبادة الشاقة في بعض الأحيان لا يفوت الفضيلة، هكذا وجه. نعم، هذا
فيه بعد وفيه بعد. وقد تقدم أنه قيل لم يكن في النسخ المقروة على المصنف لفظ باب صلاة الضحى ولا باب صلاة التطوع ولا باب الصوم، بل وقعت هذه الأحاديث في ذيل باب العبادة، وحينئذ فلا إشكال. يعني من ميز بالأبواب بعض تلاميذه هكذا يقال عن هذا الكتاب. الله أعلم بالصواب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.